حالات في حالة بص في حالة حضرتك، هو معينة. كان زمان كان الأطباء الجراحين بيخشوا من شفط الدهون مع شد البطن. ليه؟ عشان ممكن هو بيشفط الدهون ممكن بيضرب مراكز شريانية تأثر على جلدة البطن. لكن مع تقدم العلم وتقدم العلم الجراحي التجميلي ممكن دلوقتي بسهولة وبأمان ممكن بنعمل شفط الدهون مع شد البطن مع بعض في عملية واحدة. دكتور، طب ينفع حد يكون عامل عملية شد البطن أو شفط الدهون يخوض معركة، يخوض تجربة حمل؟ بالظبط كده حضرتك، احنا لما بنعمل عملية شفط الدهون مفيش فيها مشكلة، ممكن تحمل تاني يوم تاني شهر مفيش فيها مشكلة، لكن شد البطن احنا بننصح المريضة اللي أجرت عملية شد البطن على الأقل سنة مفيش حمل أو سنتين مستحسن، علشان احنا بنيجي بنعمل عملية شد بنشد العضلات، بنشد عضلات البطن، فهي لو حملت وبطنها كبرت هيأثر على عملية الشد بتاعة العضلات، وممكن بعد كده مش هستفيد من العملية وترجع العضلات كما كانت تاني وتفقد ميزة العملية. يعني الأفضل لو هي عاملة شد عضلات تفضل شوية سنتين يعني أو سنة على الأقل، لكن لو شفط دهون عادي، شفط دهون ممكن تحمل تاني يوم مفيش فيها مفيش مشكلة. أي لا لا مفيش أي مشكلة. دكتور، في ناس بيبقى عندها بتبقى أوفر ويت، نعم، وتخس مرة واحدة، بيحصل عندها ترهلات في بعض مناطق الجسم، نعم، مثلا زي الدرايت او في اماكن الجسم عامه، نعم، فبتتعالج ازاي؟ عن طريق الليزر ولا بص حضرتك الجماعه اللي هم الاوفر ويت بيضطروا للجراحه مثلا، الاوفر ويت او الاوبيز اللي هو البودي ماس اندكس فوق ال 35 او داخل على 40، دول حضرتك ننصح ما فيش اي اجراء جراحي يتم معاهم نهائي. الجماعه اللي هم الاوبيز اللي فوق ال 35 و40 اللي هو معدل كتلة الجسم، لازم تتبع دايت حضرتك او تتابع مع دكتور تغذية او دكتور ينزل الوزن بتاعها من مثلا 150-170 لغاية 100 لغاية لما تخرج من الوزن المثالي. بعد ما تخرج من الوزن المثالي ممكن بعد كده حضرتك ممكن نعمل لها شفط دهون، ممكن نعمل لها عملية شد بطن وهكذا. لكن الجماعة الاوفر ويت او الاوبيز لا ننصح لهم اي تدخل جراحي. دكتور، في ناس بتبقى عاملة عبارة زي الكيرفي من تحت جدا، هي دي ممكن تعمل تبقى كيرفي من تحت منين يعني؟ من كيرفي، من جسم الكيرفي اللي هو عامل زي الكمثرى، بيطلق عليه اسم الكمثرى، الجسم الكمثرى. نعم. وفي جسم اسمه جسم التفاحة بيطلع عليه لقب التفاحة. دكتور، الأجسام دي هل ممكن يكون لها عملية شفط دهون؟ بص بالنسبه للجسم الكمثري اللي هي عندها الافخاد او منطقه الباتوكس متضخمه، بردك لازم بتتبع دايت حضرتك الاول والوزن بتاعها يقرب الى الوزن المثالي، وبننصحها الاول باجراء بعض العمليات الرياضيه، يعني رياضه، وفي رياضه، الرياضه ممكن تنزل افخاذ شويه. دكتور، زي الصور المعروضه قدامنا كده، دي كده الصور المعروضة قدام حضرتك، دي عمليات أذن، دي عمليات أذن، الأذن البارزة. أيوه، ممكن حضرتك تتكلم عن الصور دي تعرف الجمهور؟ حضرتك أمورة صغيرة داخلة في سن المدارس تقريبا 6 سنوات أو أكتر، بننصح نجري عملية الأذن البارزة في السن دون، هو سن الدراسة، لان دون عشان نفسيا وزمايلها مش يعايروها او يكلموها، فبنجري عمليه الاذن البارزه في سن 6 سنوات او 7 سنوات. طب وعمليه سهله يعني، مش ما فيش ما بتاخدش وقت يعني؟ لا لا لا، ما فيش اي مشاكل، عمليه سهله ونتائجها مضمونه زي ما حضرتك شايفه كده. طب يا دكتور، والصوره الثانيه دي عمليه شفه ارنبيه، وطبعا المفروض الشفه الارنبيه بتتم في سن اصغر من كده شويه، لكن واضح ان الولد ده طبعا جالنا متاخر شويه، جالنا تقريبا في سن المدارس، واجرنا له عمليه شفه ارنبيه والحمد لله عمليه كويسه. دكتور، كانت عمليه صعبه؟ لا لا، عمليه ممتازه جدا، والتقنيه الحديثه بتاعتها تقنيه ميلارد، دكتور انجليزي مشهور، وعمليه بتتم في كل المراكز الطبيه التجميليه بسهوله يعني، بس يستحسن تتم في سن اصغر من كده، يعني سن في السنه الاولى يعني.
دي نصيحه الدكتور. نعم. كان زمان لما اي ولد يتولد عنده عيب خلقي اللي هي الشفه الارنبيه كان الناس تخاف وتقول ان هو مش هيبقى فيه تطور وان هو هيبقى طفل معاق وشكله مش كويس شكله مش ملامح لل... نعم نعم. وبعد فتره يعني حصل تطورات حديثه في الطب وكده بقت بطريقه سهله زي دي. بالظبط كده. بس حضرتك بتنصح ان يكون في سن عملية الشفه الارنبيه حاجه بتتم خلال السنه الاولى، ولو هي معاها شفه ارنبيه لو معاها سقف الفم من جوه مشقوق بتتم بعد يمكن بست شهور او بعد سنه. الاول شفه الارنبيه بتتم السنه الاولى، والسنه الثانيه بتتم العمليه الاخرى اللي هي سقف الفم اللي يكون مفتوح من الداخل.